شرفنا أن نكون لنا لقاء مع حضرتك اليوم بـ Gate of Lebanon. وبدنا نسألك ما تأثير الانتخابات العراقية الأخيرة اللي اتسمت بالحرية على الشعب العراقي، وبالإضافة كمان على دور السفارة العراقية بلبنان؟ مرحبا بكم. أكيد الانتخابات عملية مهمة جدا. بمجرد ممارسة الانتخابات بطريقة حرة وبطريقة أن يكون الإنسان يذهب إلى صناديق الإقراء ويختار من يمثله بنفسه، هذه خطوة جدا مهمة وكبيرة لها ما بعدها. أكيد هذه المسألة تتكرر وليست لمرة واحدة، والمرة الأولى جدا مهمة لأنها الخطوة الأولى، وقيل أن قطع مسافة آلاف الأميال تبدأ من خطوة واحدة. فإذا هذه البداية هي بداية صحيحة وسليمة لنهايات جدا سعيدة، لأننا بمرور الزمن سنرتقي أكثر ونتطور أكثر ونستفيد أكثر، وبالمرات القادمة يقينا سوف يكون أفضل، لأن هذه التجربة أيضا تعطي للمواطن إمكانية أن يتصرف في الانتخابات القادمة بنظرة أكثر وأحسن وأفضل وبطريقة مناسبة. فلذلك المرة الأولى تجربة ناجحة وفريدة، والناس ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بعد أن كانوا محرومين لسنين عديدة، لأن في الزمن السابق كان الانتخاب بالنسبة لي يا رئيس الجمهورية اللي هو كل شيء في العراق كان بنعم أو لا، لا يوجد صدام أو غيره، يوجد صدام نعم أو لا، واللي يكتب لا مكشوف ويسجن ويقتل ويفعل له به ما يشاء، فليس أمامه خيار إلا أن يكتب نعم. هذه هي مهزلة انتهت. فلذلك بداية جدا سليمة وطيبة، والناس اختاروا، ولكن أكيد هناك تجارب أيضا من هذه الانتخابات، طريقة الانتخابات الأكثرية والأقلية، الذي يحصل على أكثر الأصوات بعدما يعني ما يستطيع ينجح ولكن يحصل على الأكثر الأقوى، يعني بين الذين لم يحصلوا. هذه دروس قيادة العراق والشعب العراقي أيضا يستفيد منها للمرات القادمة، حتى إذا كانت هناك ثغرات يحسنوها ويصلحوها. وبالنسبة للبنان أيضا كانت هناك مراكز للانتخابات ونحن كنا موجودين، ولكن نحن لم يكن لنا دور في عملية الانتخاب، بينما قمنا بتسهيل كل الأمور ثم لم نتدخل في شؤون الانتخابات، وإنما تركنا هذا الأمر يجري بطريقة قانونية وسليمة على الإطلاق. لم نتصرف أي تصرف يعتبر أي نوع من أنواع التدخل من السفارة بمعنى من الحكومة على الإطلاق، وإنما كانت من المفوضين موظفين موجودين على صناديق، والناس يذهبون ونحن أيضا نذهب معهم وأيضا ننتخب. ولكن الأمور التي على عاتق السفارة أن يقوم بتسهيلها قمنا بها، ثم تركنا الأمر، والنتائج التي حدثت يعني هي يعني نتائج طبيعية من أصوات الناخبين والمواطنين. لذلك أنا سعيد بالانتخابات التي أجريت، وسوف أكون أسعد بالانتخابات القادمة والتي تليها، لأننا في كل انتخاب أكيد سوف نكسب دروس، نتخلص من أي ثغرات وعيوب يحدث في الانتخاب السابق. نحن نعرف قديه كان عندك إنجازات من ساعة اللي بلشت لهلا، حابين تجوز لنا شوي عن إنجازاتك؟ نعم، حقيقة أنا عندما أتيت إلى لبنان في 17/1/2009 كان قبلي السفير المرحوم جواد الحائلي، وهو صديق عزيز إلى رحمة الله توفي، ورجل كان يعمل لبلده وخير مثال للعراق. ثم بعد ذلك كان الأخ
قائم بالأعمال هو يقوم بإدارة السفارة الأخ المنهل الصافي، هو أيضا حقيقة كان يلعب دور جميل وجيد. وعندما أتيت وضعت في عاتقي أن أعمل لبلدي وللشعب العراقي بالعدل والتساوي بدون أن أميز بين مواطنين عراقيين بسبب ديني أو مذهبي أو قومي أو سياسي أو أي شيء، وإنما المواطن يكون أمام عيني بدون أن أميز وأفرق بين مواطن ومواطن. مهمتي أستطيع أن أقسم المهمة إلى قسمين: قسم يتعلق بالجانب السياسي والعلاقة الثنائية بين البلدين العراق ولبنان، وقسم آخر قنصلي، وهناك قنصل ولكن بإشرافنا كرئيس البعثة يقومون بعملهم القنصلي وتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى ملحقيات أخرى كالدائرة الثقافية والملحقية التجارية الذين يقومون بأدوارهم، ولكن رئيس البعثة هو رئيس كامل المؤسسات العراقية الموجودة على أرض البلد الذي يكون فيه تكون فيه السفارة. لذلك كان لي مع الجميع خطط للعمل وكلهم ينجزون أعمالهم بطريقة جيدة. المواطن درسنا حالته في هذا البلد، المواطن العراقي خاصة عندنا حوالي 20,000، كان أكثر من هذا العدد من المواطنين العراقيين اللي موجودين، قد يكون نصفهم مسجلين في الأمم المتحدة ونصف غير مسجلين، فهؤلاء يحتاجون إلى وقفة حقيقية معهم ليكون وضعهم وضعا قانونيا ولنساعدهم فيما يحتاجون ويتطلب أمرهم، لأنهم مواطنون عراقيون محترمون. ولكن كيف نبدأ؟ بدأنا من كل اتجاهات. مثلا هناك مواطنون في السجون كانوا حوالي بين 400 و500 سجين، الآن 11 واحد سجين، ونحن باستمرار نزور السجون ونحاول أن نراهم. الذي دخل البلد خلسة نسهل له الأمر حتى يعود إلى وطنه بالعودة الطوعية وليس مكرهاً على العودة. ولحد الآن في خلال هذه الفترة أتوقع رجعوا بتخدير حوالي 4,000 مواطن عراقي عن طريقنا بعودة طوعية، نحن نضمن لهم بطاقة أو تذكرة الطائرة وبعض نغطي مصاريف السفر، وهناك بعض الأشياء أيضا من بغداد، يعني بعض الامتيازات، لأن هناك فرق بين من هنا قبل 2003 وبعد. هذه من جهة. ومن جهة أخرى الآن أتينا بمنظومة الجوازات التي تعتبر إنجازا كبيرا كبيرا، لأن المواطن العراقي هنا لم يكن باستطاعته أن يحصل على الجواز العراقي، لأن الجواز كان فقط في الداخل. مجموعة من بعثاتنا في الخارج أصبح لديهم منظومة جوازات لإعطاء أو لمنح المواطن العراقي جوازات. نحن واحدة من هذه البعثات، من حوالي شهر الآن بدأنا بهذه الفرصة للمواطن ويأتوا ويقدموا على الجواز من سفارتنا ويقدموا كل الأوراق والمستمسكات، ثم يحصلوا على الجواز. جواز يأتي من بغداد من خلال منظومة الكمبيوتر وكذا، ونعطيهم الجوازات. هذا إنجاز كبير. إنجاز آخر، الآن أقنعنا وزارة الهجرة والمهجرين بدفع مساعدة لأكثر من حوالي 1,200 عائلة عراقية قريبا جدا، يأتون من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يأتون يعطون لكل عائلة $400. هذه من الإنجازات اللي نعتبرها إنجاز، لأن المواطن العراقي من حقه أن يعاون من بلده، ولا أعتبره صدقة عليهم، وإنما قليل من حقهم. هذا الحق نعطيهم، هذا حقهم، وقليل من الحق الذي يجب أن يأخذه، ولكن نحتاج إلى فترة زمنية أكثر حتى نحسن الأمور كلها أفضل. قد يكون الإرهاب عرقل بعض أعمالنا في العراق، ولكن بمرور الزمن أنا على يقين بأن العراقي سوف يكون معززا مكرما ويعيش بكرامة. تحدثنا مع الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بوضع اللاجئين القانوني،
أو وضع العراقيين الموجودين بما يخص التسوية، وهذه موجودة، والعراق الآن يذهب إلى التسوية وأمر مسهل نسبة إلى السابق، فخدمات موجودة من هذا القبيل. وباستمرار إذا تلاحظوا أن القنصلية في عدد كبير من المواطنين يأتون لهذه المراجعات فيما يتعلق بجواز سفر أو بتحوال مدنية أو جنسية عراقية أو وكالة أو حجة ولادة أو شهادة ولادة، طبعا هذه الأمور موجودة باستمرار عندنا، ونتمنى أن نكون لهم عونا أكثر وأكثر في الأيام القادمة. وحتى بالنسبة للمواطنين اللبنانيين وغيرهم أيضا، مسألة سمات الدخول، الفيزا والدخول للعراق الآن تغير، سمة الدخول للزيارة أصبحت لصلاحيتنا، وسمة الدخول للاستثمار والتجارة هذه الأمور أصبحت ميسرة وسهلة ومن صلاحيتنا نقوم بها. فإذا هناك إنجاز موجود على الأرض من فترة مجيئنا إلى لبنان إلى الآن.